الموضوع اللي خلاك تجيبيني على ملا وش يا ماما؟ في ايه؟ انت مين؟ حسام ابني فين؟ جرايه يا ماما، احنا هنعيده من تاني، كل شويه تديني محاضره. حسام ايه؟ ما انا قدامك يا ماما. انت مش حسام. حسام ابني انا ربيته على الخير وحب الناس، وما كانش بيستنى تمن لحب الناس، لكن انت بتكره الناس وبتقبض تمن اذيتهم. انا ربيتك على حب ربنا والخوف منه، لكن انت اكيد ما بتعرفش ربنا. فين؟ فين حسام؟ فين ربنا جواك؟ فين؟ اخر حاجة كنت اتصورها انك تشتغل في تجارة السلاح. ومع مين؟ مع الراجل اللي قتل مراتك وابنك جوا بطنها، وقتل ابنك من ايمان. للدرجة دي؟ للدرجة دي انت ضعت مننا واحنا مش حاسين؟ اديكي قلتيها، اديكي قلتيها. بتندمي ليه؟ انت قلتيها، ما انتوش حاسين. محدش شاف النار اللي انا دقته، محدش كان عنده اتبهدلت زيي. لو واحد فيكم شاف ربع اللي انا شفته كان عمل قد كده 100 مرة يا ماما. مش كل الناس ضعيفة زيك، مش كل الناس بتطاطي للشيطان زيك. لا 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 لا، في ناس بتطاطي وفي ناس ضعيفة، وكل واحد مهما كان قوي جواه نقطة ضعف، أول ما حد بيلمسها بيجي على ركبه أرض أرض. وأنت فين نقطة ضعفك يا بيه؟ في كرامتي ببساطة شديدة، كرامتي اللي اتبعترت واتداست بالجزم، سمعتي اللي اتوسخت في الداخلية، مستقبلي اللي ضاع، وشغلي اللي كنت بحبه وكنت هموت 100 مرة فيه. خلاص واحد عايش ميت ما عندوش عمل، مستنيين منه إيه؟ وأنت دلوقتي عايش، فين أمالك يا أستاذ؟ فين؟ لا من ناحية عايش فعايش، اطمني، اطمني يا ماما، عايش. وعايش كويس قوي كمان، وقوي، قوي جدا، ادوس على اي حد بالجزمة. يا خسارة، يا خسارة يا حسام، بعت نفسك للشيطان غصب عنها يا ماما. كان قدامي سكة من الاثنين، يا استسلم للي انا فيه واضرب نفسي طلقة واموت منتحر، وساعتها هبقى كافر. مات كافر كلب وراح، واتحرم من جنة ربنا في السماء. ورضيت بجنة الشيطان. كان عندك حل تاني ولا اخسر كل حاجة؟ ما انت خسرت كل حاجة من ساعة ما بعت مبادئك وقيمك. خسرت كل حاجة يا خسارة، يا خسارة. نبي ما تقعدي تتصعباني بقى، هتقولي لي يا خسارة ومبادئك وقيمك، وانت البطل وانا ام البطل، وبطل اللي شريتك، وابو الشهيد وصورة ابوك. بيعمل ايه هنا؟ بيته يجي فيه وقت ما هو عايز. لا ده مش بيته، ده بيت ناس محترمين، مش بيت لواحد زيه. ما تقولش كده على اخوك. لا هقول، حسام خلاص يا ماما بقى من اكبر تجار السلاح اللي في البلد، وحط ايده في ايد دياب اللي قتل مراته وابنه. لا واستغل خبرته في الشرطه وفي الداخليه عشان يسهل له عمليات التهريب. اظن ده اكبر دليل ان سجنه ما كانش صدفه ولا ظلم. حرام عليك، ما تقولش على اخوك كده. هي دي الحقيقه اللي انت بتحاولي تنكريها. كفايه بقى، كفايه، حرام عليك، كفايه. انت لسه برضه مش مصدقه؟ ماشي، بس انا يوم ما اقبض عليه وادخله السجن تاني هتصدقي ساعتها. عاوز تقبض على اخوك يا محمد؟ اه يا ماما، هقبض عليه. ما قداميش حل تاني. ده الحل الوحيد اللي قدامنا عشان العيله ترفع راسها في وسط الناس. لو اخوك كان غلطان، المفروض انك تقف جنبه وتعقله وتحميه من شر نفسه، مش تقبض عليه عشان ترقية ولا علاوة. يا خسارة عمري اللي راح عليكم، يا خسارة تربيتي فيكم، يا خيبة أملي فيكم، يا خيبة أملي فيكم. ألف سلامة. في إيه؟ تامر ماله؟ دخلت ليه يا منير؟ أنا جاي على بلوش. حبيبي يا ابني مالك؟ الواد يا اخويا مش ولا بد، جسمه كله بيوجعه، حرارته فوق ال40، ومن شويه كان بيخاطر. ما اتصلتيش بدكتور او مستشفى او اي حاجه؟ يا
قلت بعلي بالي اعمل له كمادات يمكن يروق عليها وحرارته تنزل، بس ما نزلتش يا اخويا، ما نزلتش ما نزلتش. كمادات ايه وهباب ايه؟ احنا لازم نتصل بالدكتور باسعاف باي حاجه تيجي بسرعه. اسمعوا رجاله قبل ما يوصل بوبو مع حمد، انا بكره ان شاء الله مسافر عشان انفذ اللي اتفقنا عليه. ما بلاش يا جدران، الناس دول مؤذيين، كفايه اللي عملوه فيك. وبعدين احنا معانا فلوس كتير قوي ممكن نتاجر فيها في الحلال. حلال؟ الحلال هان صعب صعب ومتاخر يا دولار الكلام اللي انت بتقوله ده. صدقني لسه عندنا الفرصه. افتكر قناعاتك واحلامك. طول عمري احلامي بسيطه وما حققتش ولا حلم منها، وكنت دايما اقول سوء الحظ سوء الحظ سوء الحظ. لكن الحقيقه ان انا غبي، انا طلعت غبي. بس انا خايف عليك يا جنرال، مش عايزك تروح مننا. خافش ولا دولار، قبل ما العب مع الاسد هسلسله. مستر حامد ابو قلب جامد يا ريس. اهلا، ازيك يا سليم؟ ايه حكايتك بقى؟ العد التنازلي بدا وفات 24 ساعه من المهله المتحدده، ولا رحت نيابه ولا اعترفت ولا يحزنون. ايه ايه ضايقني ليه؟ ناوي ناوي احصل بيها، بس كنت برتب اموري. انت عارف الموضوع ده فيه سجن، بكره ان شاء الله هطلع على النيابه واقول لهم على كل حاجه. ماشي يا عم حامد، واحنا هنستنى لغايه بكره، بس الصورة هتفضل معانا. واذا فكرت ما تطلعش على النيابه بكره وتلعب بديلك، الصور دي بقى هتروح لمراتك وعيالك واسرتك الكريمه كده، ويعملوا عليك حفله، وبرضه هتخش السجن. بكره هطلع النيابه واقول لهم على كل حاجه. ايوه اطلع النيابه احسن ما يطلعوا عليك القرافه، ولعله خير ان شاء الله. ان شاء الله. السلام يا حامد. وصل الباشا بوب. طمني يا دكتور. تامر ابني اخباره ايه دلوقتي؟ للاسف بعد عمل الاشعه والتحليل اكتشفنا ان هو مصاب بالتهاب فيروسي حاد في المخ، وده مرض شديد الخطوره. يا لهوي، وده جاله منين بس يا دكتور؟ يا مدام الفيروسات موجودة حوالينا وفي كل مكان، ممكن يتصاب بيها أي إنسان وفي أي وقت. طب وهنعمل إيه؟ على العموم إحنا بنديله أدوية عشان نسيطر على الحالة، وربنا يسهل. عشان خاطرك أبوس إيدك، عشان خاطر دكتور علوم. علبو خلوه يعيش ليا، أنا عارف إن أنتوا تقدروا تعالجوه. وبعدين قولي الصراحة، لو مش قادرين قولي لأبوه. أنا أبوه دي بره، اتعالج بره في الخارج، اصرف عليه اللي هو عاوزه. للاسف انتوا اتاخرتوا على ما جبتوا الحاله، وحصل مضاعفات كتير جدا في المخ. يعني ايه؟ يعني اللي هيعملوه الدكاتره بره مش اكتر من اللي احنا هنعمله. ابنكم دلوقتي بين ايدين ربنا، وادعوا له ان ربنا يشفيه ويهون عليه. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ما تأذينيش في ابني. عارف يا رب ان انا غلطت في حقك كتير، لكن سامحني. ما كنتش من ابني سندي، ما تأذنيش فيه. ضميري بيأنبني يا فندم، لاني ظلمت. عشان كده انا جاي اكفر عن ذنبي واعترف، حتى لو اعترافي ده هيعرضني للعقوبه يا فندم. يا ريتك توضح اكتر. بصراحة يا فندم، أنا ظلمت زميلي المقدم حسام الهلالي لما شهدت عليه وقلت إني شفته وهو بيستلم شنطة فلوس من تجار السلاح. أنت واعي لكلامك ده؟ أيوة يا فندم، الحقد عماني وخلاني عايز أنتقم منه. ده معناه إن أنت شهدت شهادة زور. أعملوا فيا اللي أنتوا عايزينه يا فندم، المهم أريح ضميري وأكفر عن ذنبي قدام ربنا. يا دكتور طمني، تامر ابني عامل ايه دلوقتي؟ البقاء لله. لا لا دكتور، لا دكتور، انت بتضحك عليا. تامر عايش هو، انت بتكذب عليا يا دكتور. ايه ده؟ شد حيلك. تامر ما ماتش،
ألف مبروك يا حسام. سعادتك عرفت إمتى؟ لسه الخبر جاي لي حالا إن حامد غير شهادته، وكنت هكلمك عشان أهنيك وأقول لك إن إحنا معاك وفي ظهرك. يا دلوقتي بقيتوا معايا وفي ظهري يا فندم؟ طب سؤال معلش، يعني كنتوا فين لما حصل لي اللي حصل لي؟ يا فندم انتوا خليتوا بيا، خليتوا بيا وضيعتوني، ومحدش فيكم واقف جنبي عشان اثبت براءتي. نساعدك ازاي يا حسام واحنا جهه تنفيذيه مش جهه تحقيق؟ وبعدين كان في شهود ضدك في القضيه. ايوه كان في شهود ضدك، والقانون لازم ياخد مجراه. حتى لو القانون ده مش هيحقق العدل، حتى لو هيظلم واحد بريء زي يا فندم ويترمي في السجن 3 سنين، 3 سنين يا رفعت بيه. القانون بيحكم بالادله والشهود، وانت كان موقفك ضعيف في القضيه، لكن بعد حامد ما غير شهادته بقى في امل، امل كبير انك ترفع قضيه رد اعتبار وتسترد كرامتك ونرجعك شغلك وتاخد المكانه اللي تستحقها. ياه سعادتك لسه فاكر يا باشا؟ متاخر الكلام ده، فات اوانه. انا جيت لسعادتك بس عشان اثبت لك ان انا كنت صح وانتوا كنتوا غلط. بس هنعمل ايه؟ للاسف احنا في زمن عشان تثبت فيه صح لازم رجلك تيجي في الغلط. تقصد ايه؟ حامد يا فندم، حامد اللي حضرتك بتقول ان ضميره صحي فجاه وخلاه يغير شهادته، ما صحيش من نفسه يا باشا، ولا كان ظابط منبه عشان ضميره يصحى. امال ايه؟ أنا فندم دورت وراه ومسكت عليه حاجات توديه في 60,000 داهية وخيرته، يا إما يروح يغير شهادته ويقول إنه شاهد في حقي زور ويخش السجن، يا إما فضحته تبقى بجلاجل ويتخرب بيته قدام مراته وولاده وبرضه هيخش السجن، بس مش عشان الشهادة الزور، عشان الرشوة. رشوة؟ أيوه رشوة سعادتك. المرتشي الحقيقي يا فندم هو حامد مش انا، لكن هنعمل ايه؟ للاسف اليومين دول بتوع الحراميه الشطار اللي يعرفوا يعملوا اللي هم عايزينه ويأمنوا نفسهم ويستفوا ورقهم وما يسيبوش وراهم اثر، والقانون ما ياخدش معاهم لا حق ولا باطل. انما اللي زي حالات يا فندم اللي عايشين بقلبهم سهل قوي تفصل لهم البدله على مقاسهم بالسنتي ويروح في شربة مية. كنت فاكرك هتفرح بالخبر ده وشغلك وحشك وهترجع وتطلع طاقتك. الطاقة هتطلع، هتطلع يا فندم، ما تقلقش عليها. لو ما طلعتش في الخير تطلع في الشر، ولو ما طلعتش في اليمين هتطلع شمال. أنا عارف إن أنت مريت بظروف صعبة، لكن ده ما يخليكش تفقد ثقتك في نفسك وإيمانك بربنا. ربنا، ربنا يسامحنا ويغفر لنا جميعا يا فندم. عارف يا رفعت بيه؟ بني ادم مننا لما بيغلط يبقى شايف الغلط في اوله كبير، وبيكبس على نفسه بالليل، ما بيعرفش ينام، لكن مع مرور الوقت بيتعود، بيبقى الغلط حته منه، وما بيعرفش ينام غير لما ياخده في حضنه. ربنا يسامحنا يا فندم. وسامحكم. السلام عليكم يا باشا. تامر مات يا عفيف. ابننا مات. ابننا مات يا عفيفة. مش المفروض كان يفضل عايش لغاية ما يدفن أبوه. لا. أبوه دلوقتي هو اللي بيدفنه. معقولة؟ معقولة كده يا ربي؟ معقولة؟ أيوة معقولة. هو أنت عايز تفضل تأذي في خلق الله وربنا يسيبك؟ كنت عايز تموت شلبي جوزي، أهو ربنا انتقم منك في ابنك. حرام عليك يا مديرة يا أختي، حرام عليك، أنا مش مستحمل مشوارته خالص. ويكون في علمك شلبي حكى للحكومة على كل فضايحك وقبضوا على مليكي صاحبك وقال إن أنت حرضته على قتل شلبي، ولسه البوليس هيجي يقبض عليك دلوقتي. لا لا يا مديرة، مش وقته خالص،
سيبيني طب الاول تفهمني واعمل اللي انت عاوزاه. خلي قلبك رحمه. تعبته. لازم يكون في قلبك حنيه شويه. يا رمات. مات ربنا رحمه منك. انا جاي ابلغ حضرتك اني نويت اخلص من دياب واحط ايدي على السوق كله. فاذا الطمع شو؟ فضيلة. ما سمعت. الطمع فضيلة يا بروف. تعرف اني كنت معجب فيك كتير. بيظهر اني بلشت حبك. ده شرف ليه؟ هيدا الحكي الحلو او بلا كل الحكي. واضح انك مخطط وراسم كل شيء. الفترة الجاية محتاج ان الواحد يخطط بعناية يا مستر البير. فترة حساسة. لازم عشان نكوش على السوق كله لو عايزين. شو المطلوب يا حسام؟ نزود كميات السلاح الخفيف. مثلا كلاشينكوف 762 حصل. سنايبر 308 حصل. بامب اكشن التركي بالذات عشان حصل. عاوز اسرائيلي حصل. شويه طبنجات 9 مللي بقى سي زد على جلوك على كل. انت فاهم. حصل. وشو رايك بشويه قنابل وذخيره زياده معهم؟ زياده الخير خيرين. مش هقول لا. بس يا ترى حضراتكم حمل الكميات دي من السلاح طاقتكم تسمح؟ شوف يا حسام، نحن تجار أسلحة بالجملة، يعني بنشتري بالجملة وبنبيع بالجملة، مش فاتحين كياكين لنبيع بالمفرق. يا سلام، أحب الاحتراف في الشغل. اهدي يا حبيبتي، حاولي تنسي، ربنا يخلي لك بنتك. يا ماما أنسى إيه ولا إيه؟ أنسى إنهم قتلوا لي جوزي ولا أنسى إن أنا ابني مات؟ أنسى إيه؟ مش أنتِ ما كنتيش عايزاه من الأول؟ ارحمني يا رب. ارحمني يا رب. ارحمني. خلاص يا حبيبتي. اهدي خلاص. اهدي. نعيما يا قمر. الله ينعم عليك يا حبيبتي. يلا انا كمان بدي اتحمم. حسام حبيبي. شوف لنا شو عندهم الروم سيرفيس واطلب لنا دينر حلو. عناية. الو روم سيرفيس بليز. توحشتك قوي قوي يا دناي. توحشتك قوي. واد يا منصور. 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 توحشتك يا دناي. توحشتك قوي قوي. توحشتك قوي. حكمات يا منصور. حكمات. حكمات. خير يا ديافية. اسمعي، انا نويت ادخل على السوق بكل قوتي وحجيب بضاعة من الصين. ما انت عملتها قبل كده وبعت البضاعة بنص الثمن. المرة دي غير. المرة دي حشتري السوق كله، لأنه الكبير لازم يبقى الكبير. تخرفت ولا إيه يا دياب؟ لا يا حكمة لا. اسمعي، إيه رأيك تدخلي معايا شريكي في العملية دي؟ أصلك حتكسبي من وراها فلوس كتير كتير قوي. شريكة؟ كنت فاكرة إني شريكتك من زمان. ولا الحاجة اللي بيننا خلاص راحت؟ تعرف يا دياب، أحسن حاجة تعلمتها منك كيف الواحد يقدر يدمر نفسه بيده. آه لو تعرف اليوم ما تجوزتك كنت بحلم بيه. كنت بحلم بالستر والأمان، بحلم بالعيلة والبيت والراجل اللي يحميني ويحمي عيالي. بس يا خسارة، لا لقيت بيت ولا لقيت عيلي ولا لقيت. ولا ليه
يلا يا منصور يا ضناعي هدخل انومك. منصور وحشتك قوي يا ابوي. من فضلك يا مستر البير، الحفلة مش هتبقى حفلة غير بوجودك، تشريفك ده على راسنا. ممكن اسألك سؤال قبل ما اجاوبك ايه او لا؟ تحت امرك. حفلة بهالنوعية اللي انت ناوي تعملها وهالفخامة، مش ممكن تفتح عيون الناس اللي ما بيحبوك عليك؟ مش عيب تسأل سؤال زي ده واحنا تلامذتك يا بص. الحفلة دي كاموفلاج، كفر، واحد على باب الله واخد توكيل جديد بتاع كاوتش ومنزله مصر، عازم اصحابه وحبايبه والعملاء بتوعه عشان يحتفلوا يتبسطوا سوا فيها. ايه دي؟ ممكن تعيدها تاني الكاوتش دي؟ عايز فردتين؟ واضح ان حسام ما بفوت الشيء مهما كان صغير. مهما كان صغير، اسم الله عليك يا ديدي. طيب حاضر يا سيدي، حكون بالموعد بالظبط. كده انا مش عارف اقول لك ايه، بصراحة يعني هترفع راسنا. طبعا انت مش محتاجة عزومة ديدي، الحفلة حفلتك. أكيد لا. عماد باشا، أخبارك إيه؟ وحشني. أنا موجود، أنت اللي الضرايب واخداك من هنا. لا ازاي، ما تقولش كده يا باشا. بمناسبة الضرايب انا كان جالي معلومات كده كنت عايز ابلغها لك. تعيش يا باشا. في شركة اسمها ميدل ايست للاستيراد والتصدير، جالي معلومات ان هم بيتهرموا من الضرايب والتأمينات، فياريت كده لو تاخدهم من ضمن العينة العشوائية بتاعتك. والله يا باشا لو كلامي طلع صح يبقى لي الحلاوة. ما ده العشم برضو يا باشا. خد العنوان. عبد الله على السلامة يا بوس. الله يسلمك يا علو، طمنوني، ايه الاخبار يا رجاله؟ كله تمام يا فوكس، الانفيتيشنز اتطبعت وصلت لكل البيزنس مان اللي انت اديتنا عنهم. حلو الكلام، والصحافه والميديا والجو اللي انت فاهمه ده. فوكس اونلاين. احنا رجالتك. انت مش رجالتي، انت اخواتي يا علو. انا عايز مصر كلها تاخد خبر بموضوع توكيل الكاوتش ده، عشان ده الكاموفلاج والتمويه اللي هنداري تحتيه شغلنا الاصلي. انت اللي اصلي يا اصلي. اكسلانس، احنا ماشيين تبع تعليماتك خطوه بخطوه. يبقى زي ما اتفقنا، مستر ديابو هيحول لكم 10 مليون دولار والنص الباقي من الفلوس لما تتم العمليه ان شاء الله. اتفقنا؟ اتفقنا يا مستر ديابو. كويس. مستر ديابو عاوز منكم رقم الحساب اللي هنحول لكم عليه المبلغ. كله بالطاعه وصلت بسلامه مستر ديابو. اكده تمام، يبقى الى اللقاء. الله يبارك فيك. الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء. يكده كتير يا سيدي، نحط كل فلوسنا في عملية واحدة زي دي؟ عرفنا مكان دياب يا جنرال. قاعد في شقة في التجمع الخامس. لوحده؟ مع حكمة وابنهم صغير. ومن ساعة ما خلفت ما بتسيبش ابنها لحظة واحدة. ابنهم الصغير؟ انتي قاعدة كده ليه؟ مستنياك. خير؟ أنا عايز أعرف أنت هتعمل معايا إيه؟ لو الدواء ما جابش نتيجة وما عرفتش أخلف. الموضوع ده سابق لأوانه يا ريان. لا هو ده أوانه، وأنا مش هسيبك إلا لما تقولي. أقولك إيه؟ هتعمل معايا إيه لو طلعت ما بخلفش؟ معرفش، بس اللي أعرفه إن أنا من حقي يكون لي ابن زي بقية خلق الله. يعني إيه يا محمد؟ لو أنا طلعت ما بخلفش تروح تتجوز عليا؟ قلتلك الكلام ده سابق لأوانه. وأنا مش هستنى ما يجي أوانه. يعني إيه؟ يعني أنا في بيت أهلي وتبعتلي ورقة طلاقي. أختي اتجننتي ولا إيه؟ سيبني يا محمد بقى. يا ريهام في 60 ده. ريهام اوعى كده. ريهام يا ريهام استنى هنا. انت ايه اللي عملته ده؟ كسرت بخاطر البنت بدل ما تطبطب عليها في موضوع اساسا هي مالها ذنب فيه. وانا ذنبي ايه؟ وانا مش من حقي كل ابني يا ماما زي بقيت خلق الله. خلي بالك يا محمد، انت مش شايف غير نفسك وبس، وبتغلط في كل الناس اللي بيحبوك. هم اللي خذلوني.
هم اللي طلعوا زباله، كلهم زباله، ولا انت عايزين افضل احسس عليهم وافضل اطبطب عليهم ومحدش يراعي مشاعري؟ هم اللي غلط يا ماما، هم اللي غلط مش انا. لما ده دولار السلسله دي انت جايبها منين؟ دي بقى حسين بيلحق في ايه؟ في ناس بره من الضرايب والتامينات عايزين يطلعوا على اوراق وسجلات الشركه ومش عارف اعمل معاهم ايه. هادي النيله، احنا ابتدانا ده، احنا لسه بنقول يا هادي. ايه ده وينه ده؟ ايه مالك قلقانه ليه ومتوتره ليه؟ احنا سلام وورقنا سليم، ما عندناش مشاكل. في ايه عريان؟ سي سينيور، انت اللي هتطلع للناس دي وتتعامل معاهم بمنتهى الهدوء واللطف وتكيسهم تكيس تام، وانت ما يبانش عليك القلق ده، فاهمه ولا لا؟ حاضر. يلا اتفضل. بكل الحب. على فكره يا حسام بيه، ايه؟ انا حاسس ان في حد طالع علينا الناس دي. انت يا بوب اخدتها من على الطرف الثاني، اصل احنا عدقنا كتير. طب كبرين الموضوع ليه يا اخوان؟ الناس موظفين وبيعملوا شغلهم، مفيش مشاكل. ماشي، ولعله خير ان شاء الله. ايه يا حبيبتي، بصي يا شاهين دي، بصي يعني جايب لك هدايا قد ايه عشان تعرفي غلاوتك عندي. ابعد عني يا طاهر، انا مش عايزه منك هدايا، وكفايه اللي انت عملته وانك خدعتني مرتين. المسامح كريم بقى يا شاهين دي. الله، وبعدين انا عملت كل ده عشان خاطرك انت يا مراتي يا حبيبتي يا ام ابني. هو مش طلع واد برضك زي ما قلتلي؟ للاسف، زي ما يكون ربنا بيعذبني وعايزك تفضل مكلبش فيا طول العمر. بس انا بقى خلاص يا طاهر مش طايقاك، والله العظيم ما بقيت طايقاك. ايه دي؟ اشمعنى اني طايقها؟ هل البضاعه وصلت مستر ديابو؟ نعم وصلت، وصلت كل حاجه تمام. ده انتوا نازلين قوي وشكلنا هنشتغلوا كتير كتير. وبخصوص باقي المبلغ بتاعكم اتحول وبقي في حسابكم كمان. شكرا يا مصطفى. عفوا يا باشا. سلام يا باشا. انا مش عارف ايه اللي بيجرالي ده يا ماما. لكل فعل رد فعل، واكيد اللي بيحصل لك ده نتيجه افعالك. انا مش غلطان في حاجه، والله العظيم ثلاثة انا مش غلطان في حاجه. كل اللي بيحصل حواليا ده خارج عن ارادتي. وجرحك لمراتك ودوسك على جرحها ده خارج عن ارادتك برضو يا محمد؟ انا اتصدمت لما عرفت انها ما بتخليش. كان نفسي اكون اب قوي. انتوا ليه مستكترين عليا ان انا ازعل؟ ليه دايما انا اللي لازم اصالح واتاسف؟ وحسام، مش حسام هو اللي غلط؟ مش هو اللي هد كل المعاني الحلوه اللي كنت شايلها له جوايا؟ طول عمرك بتنسي فيه هو، طول عمرك بتبرري له غلط، دايما كنت بتيجي عليا. ودلوقتي لما حد يغلط ليه مش عاوزين نعاتبه او ازعل منه على الاقل؟ عاتب وزعل زي ما انت عاوز، مادام انت على حق. بس بلاش تدوس على جروح الناس، بلاش تقول للأعور انت أعور في عينه عشان ما تجرحوش أكتر ما هو مجروح. معرفش يا ماما، معرفش أكون بوشي. مش انتوا اللي علمتوني كده، مش انت وحسام اللي علمتوني أقول الحق. أنا زعلان أوي يا ماما، زعلان عليا وعليكي وعلى اللي حصل لنا. احنا ليه حصل لنا كده؟ اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. بس يا حبيبي، خير خير. انتوا مين؟ احنا مش عايزين اكتر من واد. واد؟ لا لا لا، سيب الواد، سيب الواد، سيب الواد، سيب الواد. لعله خير ان شاء الله. الو، الحقني يا دياب، الحقني. ايه يا عكمت، حصلت حاجه؟ في ناس اتهجموا عليا وخطفوا الواد وهربوا بيه. يلعن الواد، عابوا الواد يا حكمت. ما هو ابننا يا زياد، ده ابننا يا حكمت. يا جدعان
ده مش ولدني، ولدني منصور مات من زمان، ده واد حسام الكلب. اسمعي، جهزي خلقاتك، احنا لازم نمشي من البيت ده جواب. انا تعبت يا دياب، كل يوم من بيت البيت ومن مكان لمكان. يا حكمة الصبر يا حكمة، الشغلانة الجديدة دي حتريق. يا انا جاي يا حكمة، جاي. الو الو، ايوه اهدان، مالك في ايه؟ سيدي دياب الحجم يا سيدي، هجموا علينا في المخزن، قتلوا الرجاله كلها وسرقوا البضاعه، سرقوا شجع عمرنا يا سيدي دياب. بتقول ايه وهدان؟ يا ابن الكلب، سمي بالله يا باشا واستلم من النوس عين امه اهو. الله ينور، الله ينور يا رجاله. كده يا باشا احنا عملنا اللي علينا، مش فاضل غير ان ابتسام دياب على النوس عين امه ده عشان يعرف ان الله حق كده ويتقي ربنا، وبالمره يلم تعبينه عننا. عارف يا جنرال لو كنت معانا شفت منظر امه واحنا بناخد منها بنها بالعافيه كان قلبك هيتوجع قوي. ياكش تولع هي وجوزها، مش كفايه حرقوا قلب الباشا على ابنه؟ يا اخي حرام عليك، حرام عليك، ده عيل صغير ليه يشيل ذنب اهله؟ حرام، حرمت عليك عيشتك، العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم، ولعله خير ان شاء الله يا باشا. طب عايز اقعد لوحدي؟ انت طرش، عايز اقعد لوحدي؟ تعبان صغير، تعبان صغير من نسل تعبان كبير. اي نعم مالكش ذنب في اللي ابوك وامك عملوه، بس زي ما قال لعله، العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. هقتلك، مضطر اقتلك عشان اقضي على نسل البطاطشة. اي نعم بيقولوا التعبين الصغيرة ما بتأذيش، بس مين عارف بكرة تكبر وتبقى تعبان كبير زي ابوك، ولساعتك تبقى والقبر مضطر اقتلك زي ما قتل ابني، ومن قبلها اقتل سلمى واللي في بطنها. الو كده نبقى خالصين، قتلتلك ابنك زي ما قتلتلي ابني، ومحدش احسن من حد. عمرك شفتي واحد بيقتل ولده بيده؟ انت عارف يا حسام بيه الولد ده يبقى مين؟ ده ولدك مش ولدي. ولدي مات من زمان قوي، عيش عاد.
وحلال عليك المخازن. بنتي اللي أمنتك عليها يا محمد؟ معقولة يا محمد؟ تسيبها تنزل لوحدها في نصاص الليالي؟ كانت ساعة الشيطان وراحت لحالها. للأسف يا محمد، ساعة الشيطان بينت اللي جواك. أنت فهماني غلط يا ريهام. لا، أنا كنت فهمك غلط، بس دلوقتي فهمتك صح. أنت أناني وما بتحبش إلا نفسك. ما تزلليش أكتر من كده، أنت مش فاهم اللي أنا فيه. وأنت ليه ما فهمتش اللي أنا فيه؟ وبدل ما تقف جنبي دوست عليا أكتر. أنا مستعد نكمل سوا من غير ما تخلفي خالص. أنت عندي أهم حاجة في الدنيا. وهتكمل معايا إيه بقى؟ شفقة ولا تضحية؟ لا هكمل معاك عشان بحبك. بتحبني؟ الحب يا محمد انك تاخد وتدي، وانت عايز تاخد وبس. وانا مش هقبل ان يجي عليا يوم تتجوز عليا علشان خاطر تجيب بيبي. وليه انت شايف ده؟ انت مش قلتي بالعلاج في امل؟ ياه، تصدق ان انا كنت مستني اسمع منك الكلمتين دول لما جيت حكيت لك. ساعتها لو كنت قلتهم كنت هفضل مخطوعة فيك. انما دلوقتي خلاص احساسي بالامان معاك راح ومش هيرجع تاني. ولو سمحت بقى طلقني. طب ندي بعض فرصة تانية، كل واحد يقعد مع نفسه يفكر ونشوف القرار اللي هنوصل له. أنا قراري خطوه مش هرجع فيه. واضح طبعاً أنا مش عايزة تعيش معاك، ويا ريت زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. اديني فرصة تانية يا ريهام. فرصة تانية؟ إحنا ادينا لك أكتر من فرصة يا محمد. وقفنا جنبك في أصعب الظروف اللي مريت بيها، وجددنا فيك الثقة أكتر من مرة. لكن للأسف ثقتنا دي ما كانتش في محلها. أنا اتمسكت بيك ووقفت قصاد أقرب الناس ليا عشان أبقى جنبك في وقت أنت كنت فيه ضعيف، لكن أنت مع أول لحظة ضعف واجهتني عاتبتني عليها ومشيت وسبتني. أنا بحبك. مبقاش ليه لازمك كلام، ويا ريت تنفذ بقى اللي طلبته منك. لازم تفهم إن أنا لما وافقت إن أنا أجوزك بنتي، أنا كنت فاكر إن ده فيه سعادتها، لكن تحزنها وتبيتها كل يوم بدموعها، يبقى قيلتك أحسن يا حضرة الظابط. وإذا رفضت إنك تطلقها، أنا هيبقى لي شغل تاني معاك. انت لما قلت لي انك ما بتخلفيش انا اتجرحت اكتر منك مليون مره، وصدمتي كانت اكتر منك بكتير. عارفه ليه؟ عشان كان نفسي قوي اخلف طفل مني. يمكن ده اللي خلاني اتعصب ساعتها واخرج عن شعور. انت طالق يا ريهام. لا حول ولا قوه الا بالله. طب والله العظيم صعبان علي. يستاهل، هو اللي جابه لنفسه. طب انت ليه يا ست حكمة عملت فيه كده؟ دي اقل حاجة اعملها للي كان السبب في موت ولادي وحرماني منيهم طول عمري. دياب بعد ما كان الحضن الدافي اللي بتحامى فيه بيجي خطر على نفسه وعليا، وكان لازم اتجي شر واحرق قلبه واسقيه من نفس الكاس اللي سجاني منيه. طب احنا هنعمل ايه في كل السلاح اللي سرقناه من مخازن دياب؟ انت مش خزنته في المكان اللي قلت لك عليه؟ ايوه، امال ايه؟ انا عملت اللي انت قلتي عليه بالحرف الواحد،
أني أجرت كم واد ملناش علاقة بيهم خالص ودخلوا على المخازن قتلوا رجال الدياب وخدوا السلاح ودوه على المكان اللي انت قلتي عليه وخدوا اللي فيه النصيب ومشي. تمام يا جده، احنا دلوق نكن شوي لما الأمور تهدى بعدها نتصرفوا في البضاعة براحتنا. طب وانت تفتكري يا ست حكمة دياب هيسكت؟ دياب ساعتها مش هيكون على وش الدنيا أساسا. معقولة يا ست حكمة؟ انت عايزانا نقتل دياب كمان؟ لا، مش احنا اللي هنقتله، ود الهلالي هو اللي هيقتل. طب ودي تيجي ازاي دي؟ شوف يا طاهر، دياب دلوق فاكر ان ود الهلالي هو اللي سرق البضاعة عشان يخسره ويكسره في السوق، وعمره ما هيجي في باله ان احنا اللي سرقنا البضاعة. ويا رب ما تيجي في باله ابدا، الشر بره وبعيد. تمام، وعشان يبقى الشر برانا وبعيد عنينا لازم نخلو دياب يقتل ود الهلالي، وطبعا ود الهلالي مش هيسكت وهيدافع عن نفسه. يقوموا يقتلوا بعض ونخلص منهم هما الاثنين. الله ينور عليك يا طاهر، وساعتها السوق هيخلالنا انا وانت. ربنا يحميك. النزيف اللي في قلبي هيوقف يا حكمت. نزيف جا اليوم اللي هتبقى شمسه، آخر شمسة هتطلع على ود الهلالي. تاري والتاري. سمعت الكلام ده كتير، توك ما افتكرت؟ قولي هتقتلوا كيف؟ ود الهلالي عامل حفلة كبيرة كبيرة قوي، عازم عليها البير كمان. بالك يا دياب لو عملتها وقتلت البير معاه كمان هترجع دياب الكبير اللي كان جوا قلبي. في زمان وقتكم اهلا وسهلا يا مستر البير، نورت المكتب. المكتب منور بس خاوي يا حسام بيه. الله، ده انت لسانك ماشي في المصري اهو. ما انا في مصر لازم اتكلم اللهجه المصريه. ده يزيدنا شرف. الله يخليك. منوره مصر يا انسه دي. مصر منوره باهلها. والله شرفتوني. شرف إلنا. أنا بعد إذنكم طبعاً الحفلة اللي كنت قايل لحضراتكم عليها أنا حولتها بقت على شرفكم. كلك ذوق. وأنا شاكر جداً إنك أتحت لي فرصة زيارة مصر. وحضرتك ليه عمرك ما زرت مصر قبل كده؟ ما كنتش لاقي مين يقنعني إني أسيب كرواتيا وأجي مصر. ده وسام على صدري بقى إن أنا قدرت أقنع حضرتك تيجي مصر. طبعاً. عموماً يا رب تعجبك وإن شاء الله تنقل إقامتك فيها بإذن الله. ألف مبروك يا إيمان. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اتربى في عزك يا حبيبتي. والله كان نفسي اقول لك عقبالك يا عمر، بس طول ما انت مع الحربايه بتاعتك دي حاسه ان انا هكون بدعي عليك. لا ما خلاص، انا ولولا سيبنا بعض. بتتكلم جد يا حبيبي؟ اه والله. انتوا طلقتوا ولا ايه؟ ما عنديش رفاهيه اصلا ان انا اطلقها لغايه بس الاول ما اطهقها واعرفها ان الله حقها، ساعتها بقى تبقى تفرع نفسها بنفسها. وانت فاكر انها تعمل كده بسهوله؟ تعمل بقى ولا ما تعملش خلاص ما بقتش تفرق معايا، تيجي زي ما تيجي، المهم ان انا خلصت من امها. يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله. نصيحه مني يا امان، ربي ابنك كويس ما تدلعهوش، واوعي تقولي له اه على اي حاجه يطلبها منك عشان لما يكبر ما يطلعش لخاله كده. برضو يا عمر، حبي ليك وحناني عليك هما السبب في اللي انت فيه دلوقتي. هي دي الحقيقه يا ماما. انا اسف طبعا مش قصدي حاجه، بس القطط من حبها لعيالها ممكن ياكلوهم. انا بقى جيت الدنيا لقيتك بتجيبي لي كل اللي انا عايزه، ومن حبك فيا عمرك بودي لي على حاجه. لا اخيرا يا عمر فهمت الدرس،
دلوقتي بس اقدر اقول انك راجل اقدر اعتمد عليه. خير يا ست حكمت؟ خش جوام يا طاهر قبل دياب ما يجي. ايه اللي بتقوليه ده يا ست حكمت؟ ايه قبل دياب ما يجي ده؟ دياب قال لي على حفله ود الهلال. ايوه مان اللي قلت له. اول ما عرفت موضوع الحفله كلمته على طول. دي فرصتنا اللي كنا بندور عليها. عاوزاك تسهل دياب دخول الحفله بسلاحه عشان يقتل ود الهلالي والبير كمان. يا سنه سوخي ده كده الدم هيبقى للروكه، لان رجالتهم اكيد هيردوا عليه الرصاص بالرصاص ويقتلوا دياب. هو ده اللي احنا عاوزينه يا طاهر، وساعتها يبقى هم اللي قتلوا بعض واحنا ملناش دعوه بالموضوع ده خالص، ونشوفوا شغلنا مع الصينيين عاد. قلت ايه؟ قلت ايه؟ الا قلت ايه؟ قلت تسلم دماغك المتكلفه. صحيح ان كيدهن عظيم. بسم الله ما شاء الله. انا اسف لو كنت جيت من غير ميعاد، بس الوقت كان وحشني وكان نفسي اشوفه. انت تيجي في اي وقت يا حسين، ده ابنك زي ما هو ابني. شكرا. حسام انت مش حاسس انه ملزوم منك وانك المفروض تبتدي تصرف عليه؟ انت بتتكلمي زي ما اكون يعني انا بخيل ولا مش عايز اصرف على ابني. انا عرضت عليكي بدل المره 1000 انت اللي بترفضي. انت عايز تصرف عليه من فلوس حرام؟ مش لما تبعد عن سكه الشيطان اللي اسمه دياب الاول؟ يا ايمان قلت لك 100 مره السكه دي اتفرضت عليا، انا ما اخترتهاش بارادتي. مفيش حاجه اسمها كده. انت بجد عايز تصرف عليه من فلوس حرام؟ من دم ناس؟ انت ممكن تغير طريقك. بص يا ايمان، ساعات بيبقى فيه سكك رايح بس مش رايح جاي، وان واي زي ما بيقولوا، الرجوع فيها معناها نهايه البني ادم، وانا لسه قدامي حاجات كتير قوي. ولا انت عايزه تخلصي مني؟ الو، ايه يا شواطفي؟ بتقول ايه؟ جهه سياديه ايه دي اللي تاخد الارض؟ يعني ايه جهه سياديه؟ قاضت ايه اللي يهدوها؟ انت مجنون؟ ارمي نفسك قدام اللوطه. سبت الارض؟ الله يخرب بيتك يا شواطفي يا ابن الكلب. اهلا وسهلا مستر الالبين، منور. اتفضل اتفضل يا انسه ديدي، بيتكم ومطرحكم. بصراحه يا حسام بدي اهنيك على ذوقك الحلو، كتير حلو الفيلا. هو الحقيقه مش ذوقي، ذوق الحكومه المدام يعني. بيظهر الحكومه عندكم ذوقها جميل قوي. مش اختارتني يبقى ذوقها جميل يا مستر الالبين. بهيدي معك حق. طيب وين المدام لنشكرها؟ مامتها تعبانه شويه قالت تقعد معايا. معلش هي بتعتذر وانا بعتذر بالنيابه عنها. منورين ومشرفين. ماشي اريان مع مستر الالبين. ها بونجور. عايزك تدلعهم اخر دلع، ما يغيبوش على عينيك. اتفضل يا فندم، شرفنا النهارده. اتفضل اتفضل. يعني ايه ما تقدرش؟ هو انا بكلم اي حد؟ ده انت سيادتك اهم واحد في الحكومه. ايه؟ ايه حكايه جهه سياديه اللي انتوا ماسكين فيها دي؟ انا اسف، انا اسف يا باشا. تمام، داخل علينا دلوقتي. انت متاكد ان ده اللي خد ارضكم؟ اه هو.
محمد. أقتلك ولا أقتل أخوك في الأول؟ مالكش دعوة بأخويا يا دياب، أنا قدامك لو عاوز تموتني موتني. هقتله زي ما قتلت أخويا جابر في الأول، فاكر؟ فاكر يا ولد الهلالي؟ فاكر 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 يا دياب فاكر، وأنا قدامك أهو. عايز تعمله اعمله فيا، أنا مالكش دعوة بأخويا. تموتني؟ أنا قدامك هم موتني الهلالي. هقتلك لو كان اخر يوم في عمري. هقتلك هقتلك يا عمي. رح احكي المحامي تبعي، انتوا غلطانين. بص على صباعي كده، شوفوا رايح فين انت جاي. انا مش شايف حاجه ولا حتى باصص نور. انا مش شايف غير ستاره سودة. واضح ان الحادثه اثرت على العصب البصري. طب والعمل يا دكتور؟ احتمال تتحسن مع الوقت. يعني ممكن اشوف تاني؟ احتمال، وفي احتمال تاني ان الحاله تفضل زي ما هي. وفي الحاله دي، في الحالة دي ايه يا دكتور؟ في الحالة دي بقى نحمد ربنا انها جت على قد كده. يعني ايه؟ يعني انا هعيش اعمى بقية عمري؟ اهدي نفسك يا ستار. اهدي نفسي ازاي؟ اهدي نفسي ازاي واني تعميت؟ اني تعميت؟ شاهندي شاهندي على اذنكم. ايوه يا طاهر، خليكي جنبي يا شهندة، ما تسيبينيش. لحد امتى يا طاهر؟ يعني ايه؟ يعني انا طلبت منك اننا ننفصل قبل كده في هدوء، وانت اللي رفضت يا طاهر. معقولة؟ معقولة يا شهندة؟ بقى ده وقت الكلام ده؟ انا شايفة ان وقته، بس هو ممكن يكون مش وقته من وجهة نظرك. نظري؟ واني عاطفة يا نظر؟ أنا اتعميت يا شاهد، اتعميت. قول الحمد لله، يمكن يكون ربنا حرمك من نعمة البصر عشان تكفر عن اللي انت عملته. انت ليه بتقولي كده؟ انت عارف يا طاهر ان انا ما حبيتكش. انا ما كدبتش عليك وقلت لك ان انا اتجوزتك عشان تحميني انا وابني، بس للأسف انت دلوقتي حتى مش هتعرف تحمي نفسك. اخص عليك يا شهندي، اخص. بقى بعد كل اللي عملته معاكي بتبهيني؟ اما انت صحيح خاينة. انا ما خنتكش يا طاهر، وانت عارف ان انا ما خنتكش. انت اللي خنتني وكدبت علي، وانت عارف كده كويس. انا مستعد ابطل تجارة السلاح، بس انت خليكي جنبي. هانم وبناتك اولى دلوقتي يكونوا جنبك يا طاهر. انت قسيت عليهم وانت بصحتك، بلاش تقسى عليهم تاني. انت محتاجهم دلوقتي وهم بيحبوك قوي.
أنا في بيت ماما لحد ما تبعت لي ورقة طلاقي. استنى، أنت حامل مني ومش هينفع تمشي من هنا عشان ابني اللي في بطنك. أول ما خلفه يا طاهر هتشوفه زي ما أنت عايز. أشوفه؟ أشوفه إزاي؟ أشوفه إزاي بعد ما اتعميت؟ بقى يا رب الواد الحيلة اللي كنت بتمناه من الدنيا لما هيجي مش هعرف أشوفه؟ ليه؟ ليه يا رب تعمل فيا كده؟ هدي نفسك يا ستار. شهندي، دي مشيت. مشيت ازاي؟ مشيت ازاي انا شمم ريحتها؟ معقولة تسيبني في الظروف دي؟ ما تجنكش يا اخويا، اني جنبك. انا عايز كامل، هاتولي كامل. انا كلمته وجاي في السكة. ايه ده انت بس اللي يطق لك عرق تروح فيه؟ يا ريتني كنت مت، يا ريتني كنت مت ولا عشت لليوم ده، يا ريتني كنت مت ولا عشت لليوم ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه اللي جابك؟ مش كفايه اللي جرالنا بسببك؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ سيبي يا ماما، انت ايه اللي بينك وبين اللي ورفعت يا حسين؟ اللي ورفعت هو القشه اللي قطمت ظهري بعد الم امك اللي فوقني. مستغربه؟ المك فوقني يا ماما، يومها مشيت من عندك وانا هتجنن، مش مصدق انك مديت ايدك عليا، وصعبان عليا منك قوي، ماشي الدنيا بتلف بيا. جالي تليفون قالوا لي ان حامد اتقبض عليه واعترف انه شهد عليا زور. ابنك بريء يا ماما، ابنك بريء. متستغربيش، كرامتي رجعت لي تاني يا ماما. اتصلوا بيا من الداخلية عن طريق سيادة اللواء رفعت وطلبوا مني ان ارجع الخدمة. مش هضحك عليك يا محمد، رفضت، ما بقتش هنفع وقمت عشان امشي. حسام، انا عارف ان معدنك اصيل عشان كده عايز اساعدك، واذا كنت غلطت وعديت الخطوط الحمراء ممكن تتراجع وتصلح الغلط ده. يا ريت كان ينفع يا فندم، انا خلاص خسرت نفسي، حياتي، خسرت سلمى واللي في بطنها، وياريت على كده وبس. حتى إيمان خسرتها، خسرت ابني اللي اتولد عشان يموت. الباقية في حياتك يا حسام، لكن الباقية دي لازم تكون مختلفة. أنا عارف إن أنت مريت بتجربة صعبة، لكن اتعلمت منها. انجرحت لكن لسه عايش وبتتنفس، لكن بحكم العشرة اللي بينا مش هسمح لك تضيع حياتك. أنت جواك خير يا حسام يا ابني، أنا متأكد من كده. مهما كان الغلط هتصلحه. حتى لو قلت لسعادتك ان حسام الهلالي ابنك وتلميذك وضابط الشرطه، هو تاجر السلاح الكبير اللي مدوقه بتدوروا عليه، ايه؟ زي ما سعادتك سمعت، انا الكبير
كان لازم اطلع الطاقة يا فندم في حاجة بحبها، مش سعادتك اللي معلمنا كده. ومعرفتش اطلعها في الخير معاكم فطلعتها عليكم. مستحيل، دي الحقيقة يا فندم، وده اعتراف مني والأول مرة أقوله، ومش عارف قلته إزاي. ولو سعادتك سألتني كمان ثانية من دلوقتي هقول ما قلتش، وهحلف رفعت بيه. أنا ما سمعتش حاجة. يعني إيه؟ يعني جات لك الفرصة عشان تصلح الغلط من يوم ما قتلت منصور لغاية دلوقتي. مش فاهم يا فندم. الموردين اللي بره مصر. يا باشا بقول لسعادتك أنا الشيطان الكبير، والموردين اللي بره مصر اللي سعادتك عايزهم دول صبياني زي الخاتم في صباعي، أجيبهم بتليفون سعادتك. ما ينفعش يا باشا. لا هينفع، انت لازم تغلب الشيطان اللي جواك وتغلب الشياطين اللي حواليك وتعمل الصح. ساعتها اترميت في حضنه وكأني بتعلق بآخر طوق نجاة موجود. اتفقت إن أنا أتعاون معاهم علشان نوقع موردين السلاح اللي بره مصر. وعدني اللي هو رفعت إنه يعتبرني شايب مالك في القضية. واكتشفت إن مش عيب إننا نغلط، إنما العيب إننا نستمر في الغلط. الإنسان القوي يا ماما هو اللي بيحط الخطوط الحمراء لنفسه، ما بيستناش حد يعلم عليه. طلع كلامك صح يا ماما. البطل الحقيقي هو اللي يقوم مهما وقع عشان يكسب معركته الأخيرة. بعديها سافرت عشان أقابل ألبير المورد اللي بره مصر. والحمد لله قدرت أسجل له اعتراف بالصوت والصورة عشان يبقى عندنا دليل إدانة. مش دكان جيو من بيع بالقطع. ما كانش ناقص غير إن أجيب لستة بأسماء كل المتعاملين في الموضوع ده بره مصر وجوه مصر، ودي قدرت أجيبها من ديدي بطريقة مش هقدر أقول لكم عليها، يمكن أنت تاخد بالك منها يا محمد. نعيما يا قمر. الله ينعم عليك يا حبيبتي. يلا أنا كمان بدي أتحمل. حسام حبيبي شوف لنا شو عندهم الروم سيرفيس واطلب لنا دينر حلو. عينيا. سيرفيس بليز. أهلا
كل الأدلة اللي أنا جمعتها وصلت للإدارة يا محمد. عارف عن طريق مين؟ مصطفى. مصطفى الأسمر المخبر اللي عندك في الإدارة في الدور الثاني. ما هو ده كان المنادي اللي واقف عندي تحت الشركة بيمسح العربيات. وعملت الحفل وعزمت كل الموردين من بره البلد وجوه البلد، والباقي انت عارفه يا محمد بيه. قبضنا عليهم وقبضنا على دياب، او بمعنى اصح قبضت عليهم وقبضت على دياب. وانت خدت طلقه، وعلى حسب ما سمعت انك خدت علاوه محترم يا بطل. وانت ليه ما قلتليش كل ده يا حسين؟ كانش ينفع يا محمد، كنت هفقدك تركيزك، كنت هبقى باذيك وباذي نفسي. ده انت ابو الشغلانه وفاهم. وجعت قلبي يا حسين. أنا آسف، بجد آسف. لا لا لا، هتودينا في ده يقول لك ده انت على شخصية ظابط. لا أنا باشا مواطن عادي، مواطن عادي يا محمد بيه. ولو عايز تشوف بطاقتي كمان أوريها لك. بس هتفضل طول عمرك في نظري كبير، وكبير قوي يا حسين. مش تقولي لي حمد لله على السلامة؟ حمد لله على السلامة يا حبيبي. ابن بطنك رجع، ابن الشهيد رجع، ومش ناقص رضاك يا علامة. قلبي وربي راضيين عليك يا حبيبي. وراكي رجاله ولا ما وراكيش؟ وحشتني يا حسين. افتح لي يا كامل. يعني بس مش فاهم انت ليه غاوي تتعب نفسك وتتعبني وتجيبنا هني؟ انا مين؟ طمني يا كامل، انت شايف ايه؟ انا شايف صحرا وهو. يعني شالوا السور وشالوا الأوضة؟ أنا لاني شايف سور ولا شايف أوضة. أنت يا أخويا متأكد إن الأرض دي بتاعتك؟ أنت اللي متأكد إنك مشيت على الوصفة اللي أنا قلتها لك؟ أيوة والنعمة. يا خسارة تعبي وشقاي، يا خسارة تعبي وشقاي، يا خسارة تعبي وشقاي. انت محروق قوي كده ليه؟ هو انت كنت دفعت فيها حاجة غيرش؟ بس ربنا بعت لك لجوة منك زحك من عليه. ليه بس كده يا رب؟ ليه بس كده يا ربي؟ هو انا عملت حاجة؟ انا ما عملتش حاجة. وانت يا اخويا مالك بتنوح زي النسوين كده؟ الله، ما احنا معنا فلوس يا عم. كان معانا فلوس يابا. كان يعني ايه يا اخوي؟ يعني فلوسك وفلوسي.
كانوا مدفونين تحت الأوضة، الأوضة اللي تهدد. نعم يا أخوي، دفنت تعبنا بشجانا في الأرض دي. يا نهار اسود، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا أخوي. إلهي ربنا يبتليك بمصيبة أكتر من اللي أنت فيه. إلهي رب، فجرت نفسك وفجرتني. يا نهار اسود ومدهوي، يا نهار اسود حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا طه. كامل، حسبي الله ونعم الوكيل. روح يا شيخ، ربنا ياخدك. كامل، ربنا يهدك يا كامل، ربنا يبتليك بمصايب يا كامل. ما تسيبنيش لوحدي يا كامل فيك. يا كامل قول في داهي. يا كامل، يا كامل ما تسيبنيش لوحدي. قول في داهي. كامل، ده صوت العربية. يا كامل، يا كامل. طب أنا هلاقي الفلوس. أنا هدور هنا، هدور هنا. مش هنا، بدور فين؟ بدور فين؟ مش ازاي، مش ازاي يا ناس. اخصى عليك يا كامل، اخصى عليك. ايه دي طوب. يبقى هنا، الأوضة كانت هنا صح؟ الأوضة كانت هنا؟ الأوضة كانت هنا ولا ايه؟ جد صدقتك. ما هو لما أنا صدق لازم كل الناس تصدق. على العموم البضاعة الجديدة جاهزة. سلام. سلام. غريبة أوي الدنيا دي يا سلمى، كل ما الواحد يقفل الباب الشيطان يفتح له ألف باب. شوري علي أعمل إيه؟ أنا الحمد لله كرامتي رجعت لي من تاني، والكل عارف إني كنت مظلوم، بس حيران مش عارف أروح أنهي اتجاه، شمال ولا يمين. يا سلمى عديت كل الخطوط وكسرت كل الإشارات وبقيت أنا الشيطان الكبير. قولي لي اعمل ايه؟ شوري عليا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما يفتح عليك يا مولانا. ازيك يا بابي؟ ازيك يا روح قلب بابي؟ اهلا اهلا بالوحش. انت تعرف ان انا مكان
حسام انت لو مش عايز ان احنا نرجع لبعض انا عارفه ان انت كنت. طب ولو عايز نرجع؟ وحشتيني يا مرفه. مش زعلان مني؟ انت اللي مش زعلان.